وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيو أسقف هولندا احتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا أرسانيوس بمقاطعة زيلاندا في جنوب غرب هولندا يوم السبت الموافق 26 من شهر يونيو بعيد تأسيسها 8. نتابع. تحت رعاية وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيو أسقف هولندا احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأنبا أرسانيوس بمدينة كابيلا في زيلاند بعيد تأسيسها 8 يوم السبت الموافق 26 من شهر يونيو الماضي. بدأ اليوم بالقداس الإلهي وعقب صلاة الصلح تمام نيافة الأنبا أرساني طقس صيامة شمامسة جدد من أبناء الكنيسة في رتبة الإبسلطس. بعد انتهاء القداس الإلهي قدمت كورالات الكنيسة عرضا من الترانيم الشيقة. حضر الاحتفال القسمين بديع كاهن الكنيسة وعدد من كهنة الإبراشية وأعداد من الشعب القبطي بهولندا، وأيضا عمدة المدينة السيد فونس ناطر أوب والذي ألقى كلمات المحبة والتهنئة. احتفلنا هنا في كنيسة العذراء والأنبا أرسانيوس في مقاطعة زيلاند في أقصى غرب جنوب هولندا باحتفال جميل جدا بمناسبة العيد الثامن لتأسيس الكنيسة ديت. الكنيسة تأسست هنا سنة 14 وليها ذكرى جميلة أن في سنة 2015 زرنا قداسة البابا تودروس الثاني ربنا يطول عمره وقام بتدشين هذه الكنيسة بنفسه ودشن الأيقونات ودشن المذبح وكان يوم جميل جدا. فرحانين خالص بعمل ربنا معانا. الفترة اللي فاتت كانت سنة أو سنة ونص قاسية يمكن على العالم كله وعلى الكنائس بشكل خاص، لكن نشكر ربنا بحكمة سيدنا المعطاة من الله أجزنا يعني اجتزنا هذه الفترة بنجاح. وكان الفترة دي الكنيسة ما قفلتش أبوابها تقريبا، ما فيش حد اتحرم من الإفخارستية، الخدمات كانت مستمرة حتى لو كانت أونلاين بس كانوا الولاد على تواصل مستمر بينا. الكنيسة بتضم أسر، ما عندناش أسر كتير قوي لكن الكنيسة مليانة بالأطفال والصغيرين والكبار والأنشطة من شمال لأنشطة لخدام وخادمات. وعندنا أبونا مينا بيجينا من ايندهوف هو راعي الكنيسة والحقيقة يعني بيعمل كل مجهوده معنا أبونا مينا، وإحنا بنشكر سيدنا في العيد الثامن. عندنا كنيسة مفرحة حاجة جميلة قوي، سيدنا تعب فيها كتير قوي قوي قوي. طبعا ما ننساش تعب الأباء الكهنة من أبونا يوسف، أبونا أنجليوس، أبونا بافلوس، أبونا يوحنا، كتير اللي خدموا هنا. أبونا مينا حاليا واقف معانا بيعلمنا وعملنا كنيسة حلوة. شكرا لكم على اليوم الجميل للأذنة ده، بركة كبيرة صدقيني، ومحبة الناس الغالية الكتير ومحبة سيدنا في قلوبنا صدقيني كانت بركة. الواحد يعني يقول من الفرحة غالية قوي قوي. شكرا لكم وشكرا لكل من ليه تعب. يوم جميل ونيافة سيدنا الأنبا أرساني أنه زارنا النهاردة ده الواحد عيد كبير علينا. كما احتفلت الكنيسة أيضا بتخريج دفعة من أبنائها الذين أنهوا مرحلة الدراسة الأساسية، وقام نيافة الأنبا أرساني بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، واختتم الاحتفال بتوزيع نيافته الهدايا التذكارية على الحاضرين. من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أرسانيوس بمدينة كابيلا زيلاند بهولندا كان معكم نشوى فرانسيس، سي تي في.